أوقات لما يكون في ثورات لما يكون في أشياء خارج عن العادة بيصير الفن هو مثل كأنه عم بيأرخ أو عم بيخلد الأشياء اللي صارت لحتى الناس ما تنسى ولحتى تشوفه بإطار آخر غير لما تشوفه على الأخبار أو بالفيديوز بيكون بيعبر فيه مسج كمان غير أنه بيأرخ أو بيفرجي الواقع. ليلة مميزة هي كانت ليلة ثورة النساء وقتها تجمعوا النساء بدائرات كل مرأة ولعت شمعة ومن الأعلى كان مبين كأنه خلايا نور متواصلة بين بعضها كأنها خلايا للبنان الجديد هيك حسيته. I think that the revolution of the 17th of October in Lebanon broke the taboo of the role of women. We know that now there is no role of women. There are just women in society that want to have their rights, that want to have their place in the political struggle. And I really think that this revolution creates a new model of women. That is the revolutionary.